حياكم الله في قناتي المتواضعة والتي سوف تنمو وتكبر بإذن الله بمشاهدتكم ومتابعتكم ودعمكم. اليوم راح نتحدث عن اليوتيوب. اليوتيوب الكل منا يتمنى أن يصل 4000 ويجيب 1000 متابع ويبدأ يحقق أرباح من اليوتيوب. راح أمشي معكم اليوم على أفضل الطرق التي ممكن بها ترفع مقطع فيديو وتحصل بإذن الله تعالى على عدد كبير من المشاهدات. وخلوني أكون صادق معكم، المشاهدات وليس المتابعين. نقوم برفع ملف فيديو. تختار المقطع الذي ترغب برفعه. أنا عندي مقطع خاص بتوم جيري، راح أقوم برفعه. عند رفع أي مقطع فيديو حط في بالك واحدة من الثنتين: هل تبغى مقطعك يكون شورت وقصير 10 ثواني 15 ثانية؟ هذا عادة راح يحقق لك مشاهدات أكبر، ولكنه لن يوفي معك الوقت المطلوب من يوتيوب. للمبتدئين أفضل إنك تنزل 3 أو 4 مقاطع شورت علشان تكسب عدد متابعين أكبر، وتنزل مقطع أو مقطعين يكون طولهم بين 4 دقائق و5 دقائق علشان يحسب لك وقت مشاهدة. المشاهدون ما لهم دخل، أو آسف المتابعون ما لهم دخل بعدد المشاهدات. ما كل من سوف يشاهد مقاطعك سوف يتبعك. إذا أردت عدد مشاهدين أكبر يجب أن يكون لديك محتوى، ويجب أن يكون عندك فوق 20 إلى 30 مقطع موجودة في قناتك. نبدأ بسم الله. المقطع إحنا الآن رفعناه، رايح أقوم بأول شيء تسويه اللي هو التايتل أو العنوان. أنا المقطع حقي توم أند جيري. أنا لو كتبت توم أند جيري اليوتيوب مليان مقاطع توم أند جيري، ولكني راح أستخدم مصطلح آخر، راح أسميه فاني كارتونز. هذا قد يكون جذاب أكبر. لو أحد كلمة سوى بحث عن فاني يبغى أي مقاطع فاني أنا حطلع له، ولو أحد بحث عن كرتون أنا حطلع له. ابتعدوا عن الأسماء التقليدية أو العناوين التقليدية. ننزل للوصف. الوصف هذا مهم جدا جدا. لاحظوا كاتب لك استخدم الآت. هذه الآت أنا حطيتها. أنا دائما في حاجة اسمها آت يوتيوب. شف، تنزل من هنا وتختار الشيء اللي تبغاه. لاحظ هذا اليوتيوب عنده 34 مليون متابع. هذا أحطه على أي مقطع أنا أرفع اليوتيوب، أستخدم هذا الآت. بعد كذا حط الشيء اللي يتعلق بالمقطع اللي انت رفعته. انا اقدر استخدم كلمة فني بحكم اني اعتبر المقطع هذا شيء مضحك. الان لاحظ، اول شيء جاني فني كرتونز فور كيدز، افلام كرتون للاطفال، عندهم 11 مليون متابع. اختاره، احط ات واحدة جديدة، استخدمت كلمة فني، بستخدم مرة هذه كلمة كرتون. لاحظ أول واحد عنده 47 مليون متابع، أختاره، أضف أضف قد ما تبغى، مسموح لك لحد 5000 حرف، أضف اللي تبغاه في الديسكريبشن أو في الوصف. بعد الوصف يجيك شيء اسمه الثامنيل. هذا الثامنيل اللي هو الصورة اللي راح تطلع فوق مقطعك. لما الواحد يمر يتصفح اليوتيوب هيشوف الصورة هذه أول شيء. إضافة الصورة هذا شيء ممتاز وحلو ويكون جذاب للناس اللي تدخل. أنا ما عندي والله حاليا شيء جذاب للكرتون، ولكن كصورة أنا بحط صورة سناب شات حاليا. أنت لا تحط سناب، أنت اختار الشيء الذي يتماشى مع محتواك وحطه. بعد كذا انزل أسفل، يقول هل هذا مخصص للأطفال؟ قل لا، ليس مخصص للأطفال علشان لا يحجروه للأطفال. هذا الفيديو لينك موجود هنا في المنطقة هذه، إذا حبيت تنسخه وتقدر تروح
ترسله في الواتساب، ترسله على الفيسبوك، ترسله على الانستغرام، على السناب شات. هنا الفيديو لينك حقك اللي ممكن انك تنسخه وتطلع به. نيكست، هذه الاشياء تقدر تضيف عنوان ثانوي، وتقدر تضيف عليه أيضاً مشهد ختامي للفيديو حقك، أو تضيف عليه بطاقة. الأشياء دي أنا والله ما أحبها ولا أستخدمها، لأنه لو أضفت سبتايتل حيطلع كتابة على الفيديو، ما أبغى يطلع كتابة على الفيديو أثناء ما يكون شغال. رغم إنك تقدر تحدد السبتايتل هذه تشتغل مدة 10 ثواني أو 6 دقيقة أو دقيقتين، تقدر تحددها زي ما تبغى، بس أنا عادة والله ما أفضلها ولا أستخدمها. ولله الحمد عندي مقاطع جابت فوق 1000 مشاهدة، وإن كنت زي زيكم توي مبتدئ. انتقل للمرحلة اللي بعدها. هذا هنا رايح يقوم اليوتيوب فحص المقطع اللي انت حملته، إذا عليه كوبي رايتس، إذا عليه حقوق لن يرفعه. لذلك إذا نزلت مقطع من التيك توك أو من اليوتيوب، لازم تسوي له مونتاج، غير الإضاءات حقته، غير الألوان حقه، سوي له تصدير جديد وارفعه من جديد. لأنك لو نزلت زي ما وجيت رفعته على اليوتيوب، رايح يرفضه اليوتيوب ولن يمشي لكم. بعد كذا حيجيك آخر صفحة، هل تبغى يكون خاص وإلا عام؟ طبعا أنا حط اختار الشيء الأخير هذا اللي هو public، اللي هو بالعربي عام، اختاره حطه عليه. بعد كذا قوم بتصدير المقطع حقك إلى قناتك. بالتوفيق للجميع، تحياتي لكم، نشوفكم في حلقة قادمة.